سيدات والسادة، مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة أخبار الكويت المحلية، أهلا بكم. وفد الشعب البرلمانية يدعو برلماني العالم لدعم جهود الأمم المتحدة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وزارة الإعلام تؤكد جهوزيتها وتحضيراتها للقمة العربية التي ستعقد في البلاد. وزارة الداخلية تنفذ المرحلة الرابعة من تمرين أمان واحد لمواجهة الطوارئ الإشعاعية. طاب ليلكم أيها السادة. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي. واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي. واستقبل سموه حفظه الله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. واستقبل سموه حفظه الله معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح. استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم السيد فيصل علي عبد الوهاب المطوع يرافقه رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال في لبنان. غادر معالي رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة مهدي جمعة والوفد المرافق له البلاد بعد زيارة رسمية استمرت يومين بدعوة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وكان في مقدمة مودعي معاليه على أرض مطار الكويت الدولي معالي رئيس بعثة الشرف المرافق المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفير البلدين.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الموافقة على الدروس العلاجية التي تقدم من مركز تقويم الطفل. وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلى للمعاقين إنه تم مناقشة دعم الإعاقات الذهنية فوق 21 عاما، وتم طلب المزيد من الدراسة عليها. وأضافت الصبيح أنه طلب من الاجتماع إعداد مذكرة قانونية لتحديد دعم السكن وتوضيحه. دعا وفد الشعبة البرلمانية الكويتية اليوم برلماني العالم إلى الإسهام بفاعلية في دعم البرامج والآليات التي تتبناها الأمم المتحدة من أجل مكافحة ظواهر الفقر والجوع وتعزيز المساواة والكرامة الإنسانية كمبادئ أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. دعا النائب سيف العازمي في كلمة الوفد أمام اللجنة الدائمة الرابعة خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمتعلقة بشؤون الأمم المتحدة في جنيف، دعا إلى ضرورة الإسهام بقوة في دعم البرامج والآليات الجديدة والمبتكرة لمساعدة الملايين من المهمشين والفقراء في العالم، ومن أجل المزيد من التنمية الحقيقية والرخاء والسلام. نشكل جميعا في ترسيخ الديمقراطية في المستدامة، ونحن مساهمين في صنع القرار في المجتمع المدني والمنظمات، وعلينا التزام هذه الدول والبرلمانيين أجمعين في حل جميع القضايا التي تهم العالم بأجمع، وإن لجنة شؤون الأمم المتحدة هي الفيصل في هذا الأمر. وصل إلى البلاد اليوم نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي على رأس وفد من الجامعات العربية للمشاركة في التحضيرات الجارية للقمة العربية المزمع عقدها في البلاد الأسبوع المقبل. قال بن حلي لدى وصوله البلاد إن القمة العربية التي تستضيفها الكويت تعد قمة غير عادية نظرا لما تشهده المنطقة العربية من أوضاع مضطربة وقضايا ساخنة. وأشاد في هذا الصدد بالدور المحوري لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تنقية الأجواء العربية ولم الشمل العربي نظرا لما يتمتع به سموه من حنكة سياسية وتجربة دبلوماسية وبعد قومي. وأكد ثقته في أن تخرج القمة العربية المقبلة بنتائج إيجابية نظرا لما تمتلكه الكويت من إمكانات ضخمة وخبرات واسعة في التحضير والإعداد لقمم إقليمية ودولية. ضمن الاستعدادات التي تقوم بها مؤسسات الدولة لاحتضان القمة العربية 25 في البلاد الأسبوع المقبل، قامت وزارة الإعلام بورشة عمل تحضيرية أكدت خلالها على جهوزية جميع القطاعات في الوزارة لهذا الحدث المهم. ضمن استعدادات وزارة الإعلام للقمة العربية 25 والمزمع عقدها في دولة الكويت من 25 إلى 26 من شهر مارس، أقامت وزارة الإعلام ورشة عمل تحضيرية تؤكد فيها جهوزية جميع القطاعات للقمة القادمة. بتكليف من معالي النائب الأول للرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أشارك اليوم في هذه الورشة العمل مع وزارة الإعلام، وحقيقة دائما نتعاون مع وزارة الإعلام ومؤسسات الدولة، لأن بالتالي نحن مقبلين على حدث مهم واجتماع مهم باستضافة دولة الكويت واستضافة المباركة من سيدي حضرة صاحب السمو. ف وجدت حقيقة كل تعاون وزارة الإعلام، ووجدت أيضا يعني الجميع يعني سعيد حقيقة في أن يشارك في هذا الحدث المهم في دولة الكويت. تسخر وزارة الإعلام طاقاتها الإعلامية بجميع قطاعاتها لتغطية هذا الحدث الهام من خلال الإذاعة أو التلفزيون، وأيضا تسهيل عمل الإعلاميين، كما سيتم افتتاح مركزا إعلاميا متكاملا ومجهز لتسهيل عملية تغطية هذا الحدث إعلاميا. كل هذه سوف إن شاء الله ترون تغطية متكاملة، بالإضافة إلى برامجنا اللي راح تكون على الهواء مباشرة. سوف نستضيف فيها عدد من الأخوة الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين، ولنبين
ما هو الدور اللي سوف تقوم فيه دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو قائد الإنسانية في استضافة أخوانه وأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو في يومي 25-26. فلذلك أطمئن الجميع هناك تغطية راح تكون إن شاء الله تغطية مميزة تم الاستعداد لها من قبل شهر. هناك تم تجهيز عدد من البرامج تم تسجيلها. أيضا قمنا عن طريق مكاتبنا في الخارج سواء في الأردن وبيروت والقاهرة ودول الخليج وشمال أفريقيا الدول العربية تسجيل مع عدد من السياسيين والمثقفين والإعلاميين اللي سوف يتم عرضها إن شاء الله خلال أيام القمة. ورشة عمل بعنوان توجهات العام الخطاب الإعلامي نحو هذه القمة الهامة والتي تعتبر هي قمة حقيقة عادية إلا أنها استثنائية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة وتطلعات المواطن العربي لما سوف تتمخض عنه هذه القمة. بالإضافة ناهيك عن أن هناك فرصة حقيقية للم الشمل العربي والارتقاء والسمو بالكثير من القضايا. هناك تطلعات كبيرة نحو قضايا تضمنها حتى شعار القمة وهو التضامن لمستقبل عربي أفضل. حقيقة كانت هذه الورشة من أجل تحديد هذه المضامين، مضامين الخطاب الإعلامي والالتقاء بفرق الإعداد سواء كانت في الإذاعة والتلفزيون والأخبار. سعداء جدا نحن في وزارة الإعلام بأن تكون أيضا هناك شراكة مع وزارة الخارجية. الإعلام هو ركن أساسي لنقل الصورة الحية لهذا الحدث الهام، ومن أجل ذلك تضافرت الجهود بجميع القطاعات لإظهاره بالصورة المشرقة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت. أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقوم بإغلاق بعض الطرق اعتبارا من يوم السبت المقبل لإجراء بروفة مرورية بمناسبة القمة العربية 25 المقرر عقدها في البلاد في 25 من شهر مارس الجاري. وذكرت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي أن إغلاق الطرق سيبدأ في الساعة 8:45 من صباح يوم السبت لإجراء بروفة مرورية قبل القمة العربية، تنفيذا لما تتطلبه الإجراءات المرورية والأمنية والطرق التي سيتم إغلاقها طريق الملك فيصل من المطار حتى تقاطعه مع طريق الشيخ زايد، طريق الملك فيصل الرئيسي القادم من مدينة الكويت بعد منطقة اليرموك باتجاه المطار وتحويله إلى طريق الشيخ زايد كطريق بديل بالاتجاهين، طريق إبراهيم المزين بالكامل ابتداء من جسر نادي خيطان حتى تقاطع الأقصى مع خالد بن عبد العزيز وبجميع تقاطعاته، فضلا عن طريق صبحان من تقاطع الدائر السابع مع طريق صبحان، وكذلك إغلاق تقاطع طريق صبحان مع طريق الملك فيصل بالكامل بالاتجاهين. وأكدت الوزارة أن أي تغيير في هذه المسارات سيتم الإعلان عن في حينه عبر وسائل الإعلام المختلفة، مناشد المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن. نفذت وزارة الداخلية اليوم المرحلة الرابعة من تمرين أمان واحد لمواجهة الطوارئ الإشعاعية، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال مواجهة حالات الطوارئ في الحوادث الإشعاعية والعمليات الإرهابية. ضمن خطة مواجهة الحالات الطارئة في دولة الكويت في مواجهة الأخطار الإشعاعية والنووية، أقيم التمرين الميداني أمان واحد 2014 للوقوف على مستوى الجهات المشاركة بجهوزيتها لأي طارئ. كيفية تعامل قوات الشرطة وقوات الحرس الوطني وكذلك القوات المساندة مثل الإطفاء العام وبعض الهيئات في التعامل مع هذا الانفجار أو هذا الحدث. طبعا الفرضية ما هي فرضية قنبلة عادية، ولكن قنبلة فيها مواصفات ممكن تضر المارة، تضر المتواجدين، تضر كذلك تلوث الجو. فإحنا حطينا هالفرضية هذه على اعتبار لو حصل لا قدر الله وإن شاء الله ما يحصل هذا الشيء، إن كيفية قواتنا تتعامل وتتصرف في مثل هذا الحدث بالتعاون والتنسيق مع الجهات الثلاث اللي هو قوات الشرطة وكذلك قوات الحرس الوطني والإطفاء العام
وكذلك الطوارئ الطبية في كيفية التعامل وعملية الإنقاذ والتخلص وتأمين المنطقة ورفع هذه الأشياء. نفذ هذا التمرين في منطقة أسواق القرين بمشاركة وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، وزارة الصحة العامة، والإدارة العامة للإطفاء. قام الحرس الوطني بالتنسيق مع أخوانا في وزارة الداخلية والدفاع والإطفاء لعمل مثل هذا التمرين الذي ابتدأ في التمرين المكتبي لعمل السيناريو، ومن ثم كل هذا التمرين في أن يعمل في تمرين ميداني اللي راح نشوفه اليوم لتثبيت وتأكيد التنسيق العالي بين هذه الأجهزة الأمنية. كيفية التعامل هذه الأجهزة والتنسيق فيما بينها، كل من يقدم ما عنده من أجهزة ومعدات تطهير للتعامل لمثل هذه الأوضاع اللي تمر فيها. أيضا هذه تعطينا قوة أو قدرة على أن نتعامل مع أي تسرب صناعي أو إشعاعي يمكن يحدث في الكويت. مثل ما أنتم عارفين الكويت دولة فيها منشآت نفطية، في احتمال أن يكون في هناك أي تسرب أو شيء، فعندنا القدرة أن نتعامل مع مثل هذه الأوضاع. الهدف من التمرين هذا هو الوقوف على استعدادات الجهات الحكومية من مختلف القطاعات الخاصة بالطوارئ لمعرفة مدى جاهزيتنا للتعامل مع مثل هذه الحالات. احنا دورنا في دار الطوارئ الطبية هو استقبال المصابين وتطهيرهم، وبالتالي تقديم المساعدة الطبية الطارئة والعاجلة وفرز المصابين على حسب الحالة، وبالتالي نقلهم إلى المستشفيات المعنية لتلقي العلاج الدائم هناك. هذا التمرين الميداني الوهمي له أهداف عدة لعرض مدى استعداد وجاهزية وزارات الدولة المعنية المختلفة في حالة حدوث أي طارئ. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت. انطلقت أعمال ملتقى الصحة والرعاية الشبابية الذي تستضيف وزارة الشباب على مدى 10 أشهر، ويعتبر الملتقى أن إصلاح وتطوير القطاع الصحي من أهم أولويات الشباب في سعيهم إلى إيجاد نظام صحي متكامل لرعاية المجتمع. في إطار بحث ومتابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية للشباب التي أقرها المؤتمر الوطني للشباب الكويت تسمع، أقامت وزارة الدولة لشؤون الشباب ملتقى الشباب لأولويات الصحة وأنشطتها بغية التعرف على النقاط والتوصيات المنفذة في الحقل الصحي. انطلاقة لأول ملتقيات وزارة الدولة لشؤون الشباب مع الجهات المعنية من الحكومة في الشأن الشبابي، ولا سيما أن قضية الصحة الجسمانية والنفسية للشباب الكويتي قضية جدا مهمة نص عليها الدستور في المادة 11 والمادة 15 للوقاية والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية لأفراد المجتمع لا سيما الشباب. وزارة الصحة تسير وفق أطر وأسس مدروسة في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، فقد تطرق الممثلون عن وزارة الصحة إلى نظام التأمين الصحي وعرض آخر التطورات في مجال الملف الإلكتروني. تكلمنا كذلك عن نظام التأمين الصحي، طبعا هناك في توجه من البرلمان الكويتي، مجلس الأمة الكويتي، على أساس أن نبتدي نفكر في جدية تطبيق موضوع التأمين الصحي بالكويت. طبعا احنا بلشنا من اجتماعنا الأخير مع اللجنة الصحية، حطينا بعض التصورات وجبنا بعض الخبراء في هذا المجال على أساس دراسة هذا الموضوع. وزارة الصحة مقبلة في الفترة القادمة على بناء وتوسعة 9 مستشفيات ضمن فترة زمنية محددة، فقد وقعت 3 عقود مع بعض الشركات لبناء وتوسعة مستشفى الرازي والأميري بالإضافة إلى مستشفى الكويت لمكافحة السرطان. ومن أسبوع أو 10 أيام جاتنا موافقة على مستشفتين، يعني 5، وفي مشروعين اللي هم مال عدان ومال الفروانية. نتمنى الآن في لجنة المناقصات نتمنى إن شاء الله يخلصون منها ومن ديوان المحاسبة خلال 2-3 شهور. مشاركة الشباب في هذا الحوار المفتوح استعرضت إنجازات وزارة الصحة خاصة في مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية التي توليها وزارة الصحة اهتماما بالغا في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التطرق لعدة توصيات تهم الشباب في هذا الحقل.
ففعلا احنا اللي طلبنا من عدة جهات من السفارة الأمريكية، وصار في تواصل بيننا وبين الخبراء الأمريكان عن طريق الفيديو كونفرنس مع اليابانيين زارونا، مع إخواننا كذلك في بعض الدول العربية والأوروبية. خدنا تصور عام وخدنا هيكلة، الآن تقريبا احنا شبه خلصناها. هو الحوار اليوم كان حوار مستحق طبعا، يعني بما ان يعني وثيقة الشباب اللي هي يعني الامير اوصى فيها ان مجلس الوزراء يعطيها اولوية في خطط عملهم للمستقبل، فكانت منها وثيقة الصحة. اليوم كان اللقاء لمتابعة ما تم تنفيذه من هذه التوصيات. هذا اللقاء وهذا الحوار المفتوح وفر أرضية خصبة لاحتكاك الشباب مع بعض المسؤولين في وزارة الصحة لتسليط الضوء على دور الوزارة الوقائي والعلاجي والتأهيلية، بالإضافة إلى إبراز المشاريع الآنية والمستقبلية في المستشفيات والمراكز الصحية الأولية. من مكتبة الكويت الوطنية، لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. وسادة في ذمة الله، انتقل إلى رحمة الله تعالى فيصل عبد الرزاق عبد العزيز العبد الجليل عن عمر يناهز 69، وسيورى جثمانه الثرى الساعة 9 من صباح يوم غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى هاني محمد عبد الله الحمود عن عمر ناهز 57. انتقل إلى رحمة الله تعالى وليد جاسم محمد القطان عن عمر ناهز 53. انتقلت إلى رحمة الله تعالى دلال حمد الجيران أرملة أحمد حسين الشطي عن عمر ناهز 79، وسيوارى جثمانها الثراء الساعة 9 من صباح يوم غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى غنيمة ماجد عوض أرملة محمد علي المصيجر عن عمر ناهز 76، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر يوم غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم عوض فرحان الدوخي عن عمر ناهز 51 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح يوم غد. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الختام أيها السيدات والسادة، أذكركم بعناوين هذه النشرة. شكرا جزيلا لكم، دمتم في رعاية الله. وفد الشعب البرلمانية يدعو برلماني العالم لدعم جهود الأمم المتحدة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وزارة الإعلام تؤكد جهوزيتها وتحضيراتها للقمة العربية التي ستعقد في البلاد. وزارة الداخلية تنفذ المرحلة الرابعة من تمرين أمان واحد لمواجهة الطوارئ الإشعاعية.